شكرا على الاستضافة. أولا باسمي وباسم جميع الإخوان اللي اليوم هما كيمثلوا شريحة كبيرة ديال المهنيين في الغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أشكر كل المهنيين من قريب ومن بعيد اللي يعني أعطى دلاب والصوت ديالو للتجمع الوطني. هذه نفتخر من كل هاد المهنيين بأن اليوم بالعمل الجبار اللي تقامت به كل الوزارة ديالنا اللي كان تعاقبوا على القطاعات وكذلك على الفترة اللي امتدت ما بين 2015 و 2021. فشكرا لكم وشكرا جزيلا مرة أخرى للجميع من صوت للتجمع الوطني الأحرار. لابد من نقول وقفة وكنشكر كذلك بأن اليوم الحمد لله التجمع الوطني تصدر على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الإقليمي مرتبة الأولى من حيث العدد الأعضاء اللي انتخبوا كان في جميع الغرف المهنية، وخص بالذكر غرفة التجارة والصناعة والخدمات اللي اليوم كما تبعتوا هناك تنسيق ما بين الفرقاء السياسيين، وهذا مبدأ اعتقد بان اليوم التجمع الوطني حاضر داخل المكتب بقوه. هناك كفاءات داخل هذا الفريق هذا، وكنطلب الله التوفيق ان هذا المكتب هذا. لابد ما نقولوا بان كلمه الحق كذلك بان اليوم توقيع ديال الاتفاقيات اللي وقعت والبيان اللي توقع ما بين ثلاث احزاب التجمع الوطني الاحرار وحزب الاستقلال وحزب الاصاله والمعاصره عطى واحد الاشاره قويه ان كل من يهمه الامر بان كذلك انفتحنا على حزبين اخرين اللي كان في البلاغ ولا في البيان، بان هناك يعني انفتاح على بعض الاحزاب اللي بغات رغبه باش تشارك في هذه التجربه الفريده على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني. واعتقد بان هناك بعض الجهات اللي نسقت ما بين اثنين من الثلاث احزاب وكذلك انفتحت على بعض الاحزاب الاخرى. فهاد التجربه الا اليوم باش كيبرز التجمع الوطني بان الحزب واخا تصدر انتخابات يعني يعني بواحد المجموعه مهمه، ولكن الا ان يتقاسم مع كل اخوان الفرقاء السياسيين بعض الغرف المهنيه لشيء اهم هو اليوم الكل له الحق في تسيير بعض المؤسسات المنتخبه المهنيه اللي باش يكون هناك توازنات داخل الجهات وداخل المملكه. اعتقد بان هو كل محطه لها اهميتها. فاليوم اهميه ديال المهنيين وكل الانتخابات المهنيه، كل التجمعيين كانوا عند الموعد، واللي نطمح كذلك نحن بقوة باش نكون إن شاء الله في المقدمة في الانتخابات المقبلة كانت جماعية أو الجهوية أو البرلمانية. وهذا من اعتقادنا بأن هذا مؤشر حقيقي بأن اليوم ما خصناش نطلقوا يدنا، اليوم كخصنا الاشتغال باش إن شاء الله نمشيهم في نفس الدرب اللي كما فوزنا في الانتخابات ديال الغرف المهنية. نطلب الله إن شاء الله التوفيق في الاستحقاقات المقبلة لمجة تراتبية يعني مجة جماعية أو برلمانية أو جهوية. أعتقد بأن الإخوان المنسقين الجهويين ولا بكذلك بتنسيق مع الأمناء ورؤساء ثلاث الأحزاب كان هناك انفتاح نقاش حول إمكانيات التوافق إن شاء الله مستقبلا. هذا لا يعني بأن هناك انفتاح لأحزاب أخرى، ما نشدوش الأحزاب أخرى، فإحنا يدنا ممدودة على كل الأحزاب، ولكن يعني بعض يعني النتائج ماشي قبل النتائج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.